السلام عليكم ورحمة الله، وحلقة جديدة من برنامج الكابتن. حلقة اليوم سوف تكون مختلفة بمحورها بمتابعاتها، خصوصا الكثير من الأحداث اللي جرت اليوم. بداية خلونا نرحب بضيفي الموجود في الاستوديو من البداية، لأن الأحداث والأمور مهمة جدا، وضيفي بلاعب نادي النجف محمد عبد الزهرة. حبيبي طبعا تحياتي لك وشكرا على هاي الاستضافة، وحسين البادلي انت من الناس المبدعين، واتشرف ان اكون بهذا البرنامج. نتمنى ان نكون خفيفين الظل على المشاهدين، ونتمنى لك ان شاء الله الموفقيه ان شاء الله. وشرفتنا في اول ظهور لك في برنامج حبيبي. اتشرف، انت الشرف. الله يسلمك. بدايه اليوم كان هناك بيان مهم من المعنيين بالرياضه، وخلينا نتكلم عن مجلس النواب، لجنه الشباب والرياضه البرلمانيه، اللي اصدرت بيان مهم جدا بعد اجتماع مسقط الخاص باللجنة الأولمبية العراقية. وهذا البيان اللي نتكلم عنه شباب، البيان الخاص بلجنة الشباب البرلمانية، هذا البيان اللي صدر اليوم بيان مهم جدا، وخلى نقاط الحروف في كثير من الأمور، خصوصا أن الشارع الرياضي كان ينتظر مقررات اجتماع مسقط، حيث أبدت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية في مجلس النواب تحفظها بشأن الاجتماع الذي جرى في العاصمة العمانية مسقط، وجمع السيد رائد حمودي ممثلا عن اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، والسيد عدنان درجال وزير الشباب والرياضة مع اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي، بشأن القرار القاضي المتعلق بانتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية ورسالة الأولمبية الدولية في 20/11/2020، وتدعو اللجنة الأطراف المشاركة إلى تقديم توضيح للحكومة ولمجلس النواب والرأي العام بشأن مخرجات الاجتماع الخاص باللجنة الأولمبية الوطنية وطبيعة الاتفاقات التي حصلت وخارطة الطريق التي تؤدي إلى انتخابات المكتب التنفيذي للأولمبية الوطنية، وتعبر لجنة الشباب والرياضة البرلمانية عن أسفها الشديد لما آلت إليه الأمور من عدم الوضوح وغياب الشفافية بخصوص الاجتماع، وهذه نقطة جدا مهمة، والغموض الذي يحيط به واقتصار المعلومات المتداولة على التصريحات الإعلامية فقط التي لا يمكن الاعتماد عليها في معرفة خفايا ما جرى، وعلى الأطراف المشاركة إطلاع الجهات الحكومية والنيابية عن ما تقوم به من تحركات إقليمية أو دولية حتى يكون المشهد واضحا من قبل الشارع الرياضي. ونؤكد على أن اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية مؤسسة لا تقل أهمية عن مؤسسات الدولة الأخرى، وأن العمل على تشذيبها والسعي إلى أنهاء مشاكلها ضمن مسؤولية الجميع، سواء الحكومة أو مجلس النواب والجمعية العمومية، أو وأن لا ترهن بيد أطراف معينة فقط، وإنما يتطلب من الجميع الإسهام في حلحلة المشاكل. وتشير لجنة الشباب والرياضة إلى كونها مساندة حقيقية لرصانة واستقلالية اللجنة الأولمبية الوطنية اعتمادا على قانونها ونظامها الداخلي. إذن هذا البيان واضح الخاص بلجنة الشباب والرياضة، وبيانها منطقي جدا. ليش؟ لأن احنا من خلص الاجتماع مال مسقط ما عرفنا شنو اللي صار، ما عرفنا خارطة الطريق اللي راح بيها السيد رعد حمودي شنو صار بيها. الاجتماع اللي صار مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس المجلس الآسيوي أحمد الفهد شنو اللي صار؟ الأخوان رجعوا إلى بغداد وما نعرف شنو اللي صار. بصراحة ضبابية، والبيان كان بيان دقيق جدا، لأن يعني الشارع الرياضي والجمهور الرياضي يريد يعرف، لأن اللجنة الأولمبية العراقية هي المسؤولة عن الرياضة العراقية حسب القانون الجديد للجنة الأولمبية. فهذه مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة أن الإخوان يروحون يجتمعون ومن يرجعون احنا نبقى الإعلام والجمهور نبقى ننتظر رحمتهم ايش وقت يطلعون ويوضحون شنو الأمور. لاكو بيان منهم صدر، لاكو تقرير صدر. فهذا البيان اللي أصدره السيد عباس عليوي، والله العظيم أهنيهم لجنة الشباب الرياضة على هذا البيان، لأن بصراحة ما نعرف، كل شخص يحكي بكيف، فكل شخص قال عاقبنا فلان، كل شخص قال جتي أوامر بإيقاف فلان، بس ما نعرف الحقيقة وين. على الأخوان سواء كان رئيس اللجنة الأولمبية الدولية رائد حمودي، السيد عدنان درجال وزير الشباب والرياضة اللي كانوا هم ممثلين العراق في هذا الاجتماع، عليهم أن يكون هناك على الأقل مؤتمر صحفي يطلعون به ويوضحون للشارع الرياضي وللإعلام شنو اللي صار في هذا الاجتماع، شنو اللي صار، وين رايحين، وين رايحين برياضتنا، وين رايحين باللجنة الأولمبية، لأن الكل يقود من صفحة، والخاسر الوحيد هي الرياضة العراقية اللي ما نعرف مصيرها وما نعرف وين رايحين. فبالتأكيد أنه هذا البيان بالنسبة للإعلام الرياضي
كان موقف مساند، لان احنا تساءلنا فيه اكثر من مره وقلنا يا اخوان اللي راحوا الى مسقط ورجعوا شنو اللي صار؟ شنو ويا من اجتمعتوا ويا من قعدتوا الخارطه الطريقه اللي راح بها السيد رائد حمودي شنو صار بيها؟ وما اجانا اي جواب الا اليوم. لكن هذا البيان راح يحرك المياه الراكده وراح نسمع الاخبار، لان الاخبار هذه اخبار مو حكرا على الاشخاص اللي راحوا، لكن هذه حكرا يجب ان تكون للاعلام الرياضي حتى يطلع بها الشارع الرياضي ويكون هناك قرار واضح وصريح، ولا تمر الامور مرور الكلام. المتابعه الثانيه سوف تكون مع قضيه استدعاءات اللاعبين للمنتخب الوطني. اليوم تفاجئنا بعدد كبير من الاستدعاءات بالرغم انه القائمه ما طالعه للان. بيانات من الانديه، هذا بيان نادي الحدود اللي يخص استدعاء مهاجم نادي الحدود منار طاهر لصفوف المنتخب الوطني للمشاركه في البطوله الرباعيه. هذا بيان نادي نفط الوسط، مدرب منتخب من الوطني السلوفيني كاتانيتش يستدعي ثلاثه نفط البصره سجاد جاسم وعلي كاظم، بالاضافه الى هذا بيان نادي اربيل باستدعاء شيركو كريم. طيب هذه حتى يعني الشارع الرياضي يعرف واللاعبين انفسهم يعرفون، لان بعدين راح يصير صدمه. ليش؟ لان هذه قائمه اوليه من 40 لاعب راح يرسلون فيزهم الى الامارات لاستحصال الفيزا، وبعدين المدرب يختار 23. فهذه مو قائمه استدعاء للمنتخب الوطني، هذه قائمه اوليه، ومن المحتمل ان اللاعبين ما يروحون ذولي، احتمال اكو لاعبين غيرهم. لكن انا استغرب على ادارات الانديه اللي تروح تركض وتصدر بيانات وتصدر تهاني للاعبين وهي قائمه اوليه للان. مدرب كاتانيتش السيد باسل الجورجيس اتصل بادارات الانديه وبلغهم احنا نحتاج جوازاتهم حتى نكمل اجراءات السفر في حال انهم كانوا موجودين. ومن ايش وقت احنا تعلمنا انه ادارات الانديه هي اللي تصدر بيانات الاستدعاء للمنتخب الوطني؟ أنا اللي أدري بي أكو هيئة تطبيعية ومكتب إعلامي، ودائما متعودين من 2003 إلى الآن أن هناك بيان بقائمة أسماء اللاعبين المستدعات. فهذا الموضوع يعني إحنا نهني اللاعبين اللي تم استدعائهم، لكن هذا الموضوع خطأ في خطأ. محمد أنت تواجدت مع المنتخب الوطني، ماكو يوم نادي طلع وقال تم استدعاء اللاعب. هذا الموضوع من اختصاص المدير الإداري، مكتب الإعلامي لاتحاد كرة القدم. شوف أولا إدارات الأندية أكيد يعني يتباهون باللاعبينهم، يعني تكون لهم دعوة للمنتخب. خطوة يمكن نقول خطوة إيجابية للمدرب كاتانيتش. نتمنى أكو هاي لاعبين مثل أمثال اللي دعاهم، نتمنى أن يباوع لهم، وكل لاعبين يستحقون. هواي أنتم مشاهدين جيدين يمكن للدوري وقاعد تشوفون ما يقدمون اللاعبين، هواي كل لاعبين جيدين. نتمنى ما نظل مثل قبل. أنا كنت أندي المنتخب الوطني أروح بس شلون عدد تحصل حاصل والأسماء طالعة. نتمنى أن تكون دعوة مريد غرب آسيا تجيب اللاعبين القديمين، تجي ما اعرف الخليج اجيب اللاعبين القدامى. نتمنى ان يطلعون اجيال وياكو لاعبين. انا ما جاي احكي على اللاعبين، نتمنى لهم ان شاء الله الموفقيه وياكو لاعبين. يعني انت من ترجع النادي النجف احسن خط دفاع بالدوري، شلون تباوع؟ سمعت اكو لاعبين من النجف تم استدعائهم؟ لا ماكو اي لاعب من النجف؟ لا ابد. اكو خاصه اكو لاعبين يستحقون الدعوه للمنتخب الوطني، حتى عندنا لاعبين للمنتخبات الاولمبي، حتى اللاعبين المنتخبات للشباب. نتمنى مثلا لاعب محمد موسى قاعد يقدم مستويات جيده، نتمنى ان الالتفات اليه. احنا خط الدفاع بصوره عامه عندنا مصطفى مايد من اللاعبين الجيدين اللي يلعب اكثر من مركز، نتمنى ان الكوادر يعني لا بس انا المنتخبات احمد اللاعب احنا راح نتكلم عن موضوع اللاعبين، بس هذه الخطوه باعلان اسماء اللاعبين عن طريق الانديه اللي يمثلوها، ها طريقه جديده ما شايفها قبل. طبعا هاي اول مره نشوفها. طبعا مشكله بس مثل ما قلت لك يعني مثل ما هي مو طريقه تباهي، لان اللاعب راح ينصدم بعدين بصراحه. انت تجيب اللاعب الشاب، انت من تدعي لاعب يكون عنده خبره حتى من يسترجع من المنتخب ما يصير عنده هباط بالدوري، خاصه اذا هو يقدم مستويات جيده. لازم يكون فاهم انه انت هذول اللاعبين انت ضمن 40 لاعب او 50 لاعب راح يتم ارسال جوازاتكم للحصول على الفيزا.
بعدين راح هناك استقرار على 23 لاعب مو بالضروره انت راح تكون بس بالعراق ندع 50 ندع 60 ندع 100 ندع 200 ها والنوبي يرجعون هم نفسهم دول اللاعبين يجيبون يلعب بيهم نتمنى اللاعبين الجيدين اللي يشاهدهم الكادر التدريبي وعنده قناعه تامه بيهم ان يستدعيهم قبل للمباريات عنده قناعه انت شفته لاعب زين ليش تجيبه النوبي ترجع ورا يومين ورا ثلاث ايام تكمله عدد لو تكمله جولين تريد تلعب فنتمنى وياكل لاعبين جيدين نتمنى الالتفات لهم حتى ياخذون فرصتهم نتمنى طيب بالنسبه لقضيه المنتخب الوطني اليوم وبشكل رسمي تم إلغاء البطولة الرباعية اللي كان مقرر أن تقام في الإمارات في 9 من الشهر المقبل لغاية 12 بمشاركة العراق الإمارات إيسلندا والمنتخب الكونغو هذا الموضوع اللي البطولة اللي تم إلغاها بطلب من المدرب الإمارات القديم الجديد لأن هذا المدرب مارك مارفيك كان هو مدرب منتخب الإمارات في كأس الخليج السابقة الإخوان ما رضوا عليه بالإمارات طلعوا جابوا مدرب ثاني طلعوا جابوا مدرب ثالث طلعوا ايضا بعدين رجعوا لمن المارك المارفيك الهولندي هذا المدرب قال انا ما اشترك بهذه البطوله وهذه البطوله ما تفيدني فتم اعلان الغاء هذه البطوله بشكل رسمي لكن شنو اللي صار المدرب وافق على مواجهه منتخبنا الوطني يوم 12 بالشهر من يعني طبعا الشهر المقبل هذه المباراه ستقام في دبي لكن المعلومات اللي عندنا انه حتى هذه المباراه مهدده بالالغاء ليش بحكم الإجراءات الصارمة اللي جاي يصير في بعض الدول ومنها الإمارات قضية إغلاق الحدود الكثير من الدول أغلقت حدودها بشكل كامل بسبب الموجة الثانية أو الثالثة لفيروس كورونا بالإضافة إلى وجود مستجدات جديدة في قضية هذا الفيروس فهذا الموضوع أيضا مهدد هذه المباراة هسه المباراة قائمة بنسبة 50% لكن 50% الثانية أنه في حال إغلاق لدولة الإمارات أو تجديد الإجراءات الدخول والخروج لها بعد أعياد رأس السنة أعتقد أنه هذه المباراة أيضا مهددة بالإلغاء لكن إلى الآن الأمور ضبابية لكن تم بحكم المؤكد إلغاء البطولة الرباعية اللي كان من المقرر أن تقام في الإمارات اليوم التقينا بالمدرب باسم قاسم قبل ما يعني نتكلم عن قضية المدرب باسم قاسم خلينا نشوف تقرير أو استطلاع للاعبي نادي الزوراء اللي يستعدون للتواجد في الجولة المقبلة خصوصا أنه الزوراء يعني أكو سلسلة تعثرات أو سلسلة عدم وجود نتائج يعني إيجابية جمهور يعني شخصها في هذا الموضوع خصوصا أنه جمهور الزوراء والكل يعرف هو جمهور مؤثر وبشكل كبير على ما يجري في النادي وعلى نتائج النادي نتابع ولا نعود نظرنا مباراة صعبة أمام أمانة بغداد فريق صعب على ملعبه ونتمنى أنه نقدم مستوى جيد ونعود لتحقيق النتائج الإيجابية تعرف نزلنا العديد من النقاط الفترة الماضية لكن رغم هذا إحنا قريبين من الصدارة نتمنى أنه نكسب هذه الثلاث نقاط حتى نلتحق بالفرق الصدارة أكيد كل مباراة تعني لنا الشيء الكبير ثلاث نقاط ممكن تقربنا المتصدر ما كل شايف يعني ما في فارق كبير بين المتصدر او بين العاشر او الثامن تقريبا مثل الترتيب الكل يطمح للافضل فريق امانه بغداد فريق صراحه مرتب منتظم اكيد كل فريق فيه نقاط قوه ونقاط ضعف الكادر التدريبي عنده توجيهات لهي المباراه ان شاء الله التوفيق المدرب باسم قاسم التقينا به بهاي الوحده التدريبيه هذا الكلام اللي يتكلم به أصر على أن نطلع بشكل كامل قال ما رد هذا الكلام ينقص من عنده أي شيء ليش لأن كان كلام قوي جدا للمدرب باسم قاسم وتحدث به عن أزمة نادي الزوراء عدم استلام المستحقات المالية نتائج الفريق المتذبذبة وشخص الأمور بشكل دقيق خلونا نسمع شنو اللي قال بالجزء الأول اللي قاله كابتن باسم قاسم ولا نعوده يعني بكل تأكيد الكل يسعى أنه نطلع من حالة اللا استقرار اللي حقيقة تعيشه كل فرق الدوري يعني و
أغلق فرق الدوري وحتى يمكن الفرق المنافسة. هذا لا استقرار وأكيد هي عوامل عديدة، وإحنا سبق أنه تكلمنا بهذه بمجموعة هذه العوامل. ونتمنى أنه أنا حقيقة يعني كنادي الزهراء يعني يمكن رغم كل الظروف الصعبة، وأنا أعتقد يمكن إحنا عملنا بظروف صعبة جدا خاصة في ظل وباء كورونا وهذا حال الجميع، لكن أعتقد إحنا يمكن في ظل ما كنا نعاني يمكن حتى من أمور يعني غير معلومة، ولذلك كان الاتفاق أنه أن نمشي خلال هذه الفترة يعني بما موجود لدينا من لاعبين، وتعاملنا بمنطق وبحكمة مع الأخوان بالهيئة الإدارية أنه نكون فريق يعني فريق في ظل ظروف غامضة مادية، ومع أنه الحفاظ على القيمة الفنية لفريق الزهراء، والحمد لله وشكرا لما توفقنا به في ظل هذه الصعوبات في ظل هذه الظروف. يمكن حتى احنا يمكن موسم 14 لاعب أبعدنا وقسم برغبتهم قسم برغبتنا، استقطبنا 5 لاعبين فقط. كنا أمل يعني حتى ظروف ما تعرف أنت الأمور وين ماشية، هل ننطلق الدوري، هل ظروف الحياة تعيد، ولذلك تحت هذا وبحكم هذا الظرف اللي نعيشه وكنا منطقيين يعني تعاملنا بحكم مع الأخوان بالإدارة. أعتقد الآن نعم هو النتائج يعني ما تلبي ككادر تدريبي، ما تلبي طموح كجمهور، ما تلبي طموح كإدارة، لكن تدري احنا يعني نكون علينا نكون منطقيين، إذا ما قارنا نفسنا بالآخرين على الأقل هم المنافسين إنه وما توفر لديهم يعني من أطلاق اليد والعنان في نفس الوقت. يعني أنا لا أقول هي فقط المادة للاعب أو للمدرب، لكن المادة أن تستقطب لاعب، يعني هاي الخيارات يعني أنت تكون من تكون متاحة أكيد يعني المنافسة راح تكون يعني على على على, على درجة واحدة، ويكون بها المساواة يعني بنفس المستوى. إذن الكلام واضح للكابتن باسم قاسم في قضية أن النادي برغم أنه يعاني من أزمة مالية، أنه كان هناك استبعاد أكثر من 14 لاعب، استقطاب 5 مكان هؤلاء اللاعبين، القرعة ظلمت نادي الزوراء أنه أول 10 أدوار الفريق 6 مرات يسافر خارج بغداد، فهذه الأمور جعلت من نادي الزوراء هناك عدم رضا على النتائج اللي موجودة. وكابتن باسم شخصها قال إحنا ما بالنسبة لنا ما مقتنعين بنتائج نادي الزوراء سواء كادر فني لاعبين إدارة وحتى جمهور، تكلم بكلام واضح وصريح أنه نتائج نادي الزوراء في 9 أدوار الأولى نتائج غير ملبية للطموح، لكن المهم تكلم أنه الفريق إلى الآن ما خسران ويحتل المركز الثاني. أكو جزء ثاني أيضا يتكلم به الكابتن باسم قاسم، لأن إحنا وعدناه أنه نطلع الكلام بشكل يعني واضح وكامل وما نستقطع منه أي شيء. خلنا نتابع. مع كل هذه الظروف أنا أشوف الحمد لله والشكر يعني ما خططنا إلى مع الأخوان بالإدارة رغم أنه لا يلبي الطموح، لكن وفق هذه المعطيات اللي تكلمنا عليها الزهراء الحمد لله يعني يمكن الحمد لله وإن شاء الله نبقى بلا خسارة. إحنا الآن بدون خسارة مقارنة بالفرق الجماهيرية الأخرى، ممكن أكون فرق فقدت نقاط أكثر من يمنا ولا زلنا بالمركز الثاني، لكن هذا الحال مو معناه يدوم ولا طموحنا ولا طموح ككادر تدريبي، لكن هنتكلم كواقع حال. كل مدرب يطمح ويتمنى أن تطلق يده مثل ما عملت الفرق الأخرى، ولكن هو ليس تقصير وإنما هذا واقع الحال اللي إحنا نعيشه ولحد هذه اللحظة. حقيقة أنا أكد لك أنه لا زالت الأمور يعني لحد هذه اللحظة، لكن قادرين أنه إحنا قادرين أن يعني نتجاوزها لأنه أصبحنا قريبين على مرحلة التنقلات الشتوية، ولذلك عندنا علاجات الآن السبب بشكل وبآخر تقريبا إذا ما تكلمنا أنه على ظروف وباء الآن تقريبا حتى الأخوان حتى تفاهم علينا أن نعالج يعني يعني تحملنا هذا الظرف، لكن أنا أعتقد للمستقبل يعني ما راح أحد يلقى لنا العذر يعني أمام الأمة الزهرائية، لذلك راح نطالب يعني حقيقة بمجموعة من النواقص اللي ما تتعدى مركزين أو 3 مراكز، من أجل أن بعد ذلك نقول إحنا بمستوى الفرق الأخرى من الناحية على الأقل الفنية، لأنه لو ربما الوضع المادي يبقى قائم ونتمنى أنه إن شاء الله يحل مباراتنا يعني وفق هذا التصور. أنا يعني حقيقة كنت أعطيك هذه المقدمة لأن أنا تدري يعني من فترة طويلة يعني حرصت أنه أن ما أظهر يعني لأنه حتى لا نكون يعني سبب آخر لربما يعني بكلمة أو بأخرى تفهم أو تفسر بالخطأ وبالتالي نثقل من كاهلنا كفريق، لكن أنا مؤتمن أمام أمة الزهرائية أمام الجمهور الرياضي بشكل عام، لذلك يجب أن يصير تصور يعني على ما كيف إحنا بدأنا وكيف نخطط وكيف نخطط للمستقبل، وإن شاء الله ماشيين بالطريق الصحيح. نأمل أنه عندنا المباراتين القادمة يعني تلعب مع فريق جيد وفي ملعبه وفريق الأمانة وتلعب مع فريق بعده يعني في زاخو، يعني إحنا هاي لأول مرة نلعب مباراتين، بالمناسبة يمكن أكثر فريق مضر من القرعة
فريق الزوراء، يعني احنا ممكن تقريبا بحدود شهر بحدود 6 مرات او 7 مرات طلعنا محافظات، ولذلك نأمل من خلال هذه المباراتين ان نعود للصدارة ان شاء الله. هذا الكلام واضح للكابتن باسم قاسم انه حسب المعطيات الزوراء الى الان يعني الامور ما تبشر بخير في اول 9 ادوار، وهو مؤتمن على النادي ويجب ان يوضح وان يكون الكلام واضح امام الجمهور ان الفريق الى الان بالرغم من الازمه الماليه اللي يعيشها لكن الفريق ما خسران، وهذا احنا نتكلم به عن نادي بحجم نادي الزوراء اللي يعتبر واحد من افضل الانديه الموجوده في العراق، يمتلك قاعده جماهيريه كبيره، يعيش ازمه ماليه كبيره، لكن الى الان اموره ما تبشر بخير بصراحه. خليني اسالك محمد، انت يعني جزء من نادي الزوراء كنت في فتره ما، والى الان محبوب عند الجمهور الله يحفظك وما يزعلون جمهور النجف، بس خليني ابدا وياك في قضيه نادي الزوراء، شنو اللي دي يصير بنادي الزوراء؟ شوف يعني كنت تذبذب النتائج، يعني اللاعبين قاعد يأدون ما عليهم، بس الفرق الجماهيريه وخاصه الزوراء بدون جمهور، حسين البهادلي بدون جمهور نادي الزوراء صعب. صعب من اي ناحيه؟ صعب يعني يحصد الالقاب. اها اي طبعا. ايش قد نسبه تاثير الجمهور؟ واي ايش قد؟ يعني جزء بالغ يعني نقول لك جمهور. لا اعطيني نسبه. جمهور الزوراء يعني وكل الجماهير، شوف خاصه الفرق الجماهيريه بس خاصه الزوراء. زين. انا كنت 3 مواسم قد يعني مثلت نادي الزوراء. حصلت على 3 ألقاب مع الزوراء. دائما من تكون انت بلحمه تكون يمكن مراغب للعب، بس الجمهور من يصفق لك عالم ثاني، تنطي كل ما عندك. بس ما اعطيتني نسبه. نسبه جمهور؟ اي 70%. اها اي طبعا. يعني نسبه حصد الالقاب بالنسبه للزوراء 70% يعود للجمهور. جمهور 30% اداره ولاعبين، يعني كاداره ولاعبين. اي أه. يعني ولا نبخس حق الكابتن فلاح حسن، يعني يعني ممكن احسن رؤساء الانديه بالعراق، بس الجمهور فد عامل مو طبيعي. بعدهم يحبوك جمهور الزوراء؟ يحبوني. اها طبعا. متواصل وياهم؟ طبعا. كانهم برياني. اكو واحد يكرههم؟ كانهم شنو؟ كانهم برياني. يعني شنو؟ البرياني ما ينكر، اكو واحد يكره البرياني؟ فالزوراء عايش. فتحياتي لهم واتمنى لهم ان شاء الله الموفقيه، ونتمنى يعني دخول الجماهير، كل الجماهير، يعني حتى احنا نادي النجف نعاني، يعني اذا ما يدخل ويانا جمهورنا ما راح نبدع بالملعب. جمهور الزوراء برياني. اي جمهور النجف هسه جمهورك وفريقك. حبيبي جمهور النجف. اها اي طبعا. علاقه زينه. طبعا علاقتي بهم، انا مثلت نادي النجف بال 2017 وتربطنا بهم علاقه كلش طيبه، وخاصه هذا الموسم نقدم مستويات تليق بينا احنا كاسماء وتليق باسم هذه المحافظه الكبيره. طيب خلينا نبدا وياك من نادي النجف. ما شاء الله بعد الخساره من الديوانيه والخساره واعتبار النادي خسران امام نفط الوسط، لكن النجف يقدم مستويات جيده بالرغم ان هناك ايضا ازمه ماليه يعيشها، لكن جمهور النجف راضي عليكم. شوف استاذ هناك السيارة. يعني سلسله يعني من النتائج الايجابيه، البعض يعزوها لوجود حسن احمد، البعض يعزوها لوجود لاعبين جيدين. شوف احنا استاذ حسين، انا يمكن يعني حتى احد البرامج حكيت بلقاء، بس حسين انتبه لي حتى انا استرسل زين. بحد البرامج تكلمت يعني على موضوع الوضع المادي. طيب. اكيد مثل ما تحدثت الجمهور راضي، اكيد اكو عمل كادر تدريب على مستوى عالي. انا مو يعني ادرب من كابتن حسن، يمكن انا قبل سنتين طلعوا لي صوره كابتن حسن قلت لهم المفروض يستلم منتخب، يستلم الاولمبي. اي طبعا من زمان انا احكي به. مدرب وذلك اخذك ويا للنجف. اخذني على مستوى يعني ما اخذني على مجاملات، اكيد كابتن حسن مجامل. مدرب شفت النفط شلون خلاهم 4 مواسم مستوى عالي، نفط الميسان، فلاعبين اكثر لاعبين لاعبين شباب، لاعبين يمكن اكثريتهم برواتب. احنا كم لاعب يعني لاعبين يمكن بالدوري معروفين، قدر يتعامل ويا هاي التوليفه بين الشباب وبين لاعبين الخبره. الوضع المادي يمكن انا تحدثت وبعض الناس زعلوا عني. احكي لي عن الوضع. الوضع المادي شوف احنا كدفعه اولى ماخذين على الدفعات. الدفعه الاولى ماخذين نص الدفعه الاولى. يعني ما مستلمين. يعني ما مستلمين يمكن 10% من الدفعه كلها.
أكيد الإدارة ما مقصرة، السيد المحافظ لؤي الياسر أوجه له تحية طبعا، ودكتور رضوان هذا اللي داعم الفريق بصورة يعني. تتكلم عن رئيس النادي دكتور رضوان الكندي. دكتور رضوان الكندي يعني من الناس كلش طيبين وقاعد يدعم النادي بصورة صحيحة، يمكن صار مرتين يعزمنا بمزرعته وجبة غداء تكريم الفريق. المحافظ ولا ننسى كرم الفريق قبل يومين، مشكور اي محافظ النجف. بدأوا الناس اكو دعم من المحافظ، من رئيس النادي، من الجمهور. شوف المحافظ ما يقصر، خاصه محافظته هو الرجل. انا من تكلمت وياه قال محمد اني ما عندي يعني ما عندي صلاحيه اصرف المبلغ يعني اصرف لي. هو مو يعني كلمك بصفتك شنو؟ انا بصفتي يعني حلو معدل. لا مو المعلومات اللي عندي انت الكل بالكل. لا بالنادي لا بالعكس يعني الفريق اتكلم. لا وكابتن حسن والاداره مخليك بالمقدمه. لا شوف دائما انا وجه اعلامي فدائما شوف يحملوني مسؤوليه يعني الاداره اوجه لهم تحيه كلهم كل الاداره. الاستاذ فاضل يعني ابو كرار اوجه له تحيه، الكابتن حسن احمد، بهاء كاظم، عاد لا ننسى احد ويزعل عنه، الكابتن حيدر عبوده، هادي جابر. دائما من يجي فد مسؤول محمد انت اللي تتكلم وياه. ابو قلت لك مخليك بوجه المدفع يعني بوجه المدفع بمصلحه الفريق. اي يعني انت الكل بالكل انا اتكلم. لا الكل بالكل مو بالمسائل الفنيه، لا بالعكس المسائل الفنيه. لا هاي الامور مع رئيس النادي مع المحافظ. طبعا انا شفنا دائما انا اتصدى لهاي الامور حتى كودن محمد يعني بعض الناس يعرفونه والناس تعرفه حتى لا يقولون يعني اشهر لاعب الفريق. أني؟ أنت؟ لا أكو لاعبين يا شيخ محمد قاسم، أكو هاي لاعبين. أها. إيه. بس أنا أحب واحد. الكل يحبك. الحمد لله والشكر. فالناس قاعد يعني الأستاذ رحيم لفتة، الدكتور عباس، الكل الإدارة، يعني قاعد يحاولون محاولات، يعني حتى الدكتور عباس والله قبل يومين قال لي أحد الناس المسؤولين أنا التقيت به وإن شاء الله راح يدعم الفريق، نتمنى. من كل الناس المسؤولين يستمرون بهذا الدعم. لا يا ريت يا ريت لان محافظه النجف تستاهل تستحق، خاصه فريق جيد، فريق شبابي، فريق قاعد يقدم نتائج طيبه. نتمنى من الله سبحانه وتعالى. ولا ننسى الدكتور يعني اكيد دكتور رضوان الكندي اللي والله العظيم خلصت مباراه الشرطه يعني يحكي وياي عبالك شلون واحد طفل فدوه روح لك. الله يحفظكم فرحتوني والله وحق هذا اليوم زين. فشوف ايش قد يحب المحافظه يعني قد هي هاي المباراه كانت يعني بالنسبه لكم يعني بعد اصداها كبيره، اكثر من لاعب بتشكيله الاسبوع الحمد لله. الكثير من لازم طالب بيها منتخب انا مرتين مو وياك تشكيله الاسبوع مو اي مرتين فلازم اروح منتخب يعني الكابتن حيدر جبار والكابتن صفاء عدنان شادوا بيك اكثر من دور بصراحه. الله يحفظك الله يخليك وخلينا نكون شهادة. لا خلينا مو هو شوف اكو صوره كان الجمهور ماخذها على محمد عبد الزهرة. انا بالنسبه لي خلال هذه الفتره اشوف محمد عبد الزهرة مختلف، مو محمد عبد الزهرة اللي كنا طبعا مختلف رزين. اكو 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 من يطلع الكلمه بعيد عن الفكره على طول، لكن من يطلع الكلمه قام يحسب لها الحساب قبل ما طبعا يحسب. شوف انا قلت يعني صرحت باكثر من برنامج قلت بعد وفاه الكابتن الله يرحمه الكابتن احمد راضي والكابتن علي عاد الله يرحمه برحمته الواسعه خلص بعد قلت ان الحياه خلص فاني. انا اريدك تكشف لي سر ومعلومه. ايش عندك كنت موجود بمباراه الجويه ونفط الوسط؟ كنت موجود كان عندنا تمرين ورا اي بس حضرت اللعبه كامله. حضرت اللعبه يعني احكي الف عين لاجل عين تكرمه ابو اسحاق. اها اي شقني شق قلبي ابو اسحاق. اي وديشه اي اذا اشوفه مزعوج ضايج فكيف له الخير افرح له. يعني هسه انت حضرت الخاطر ايوب لو الخاطر ايوب الجويه خاطر ايوب. اها طبعا بس ليش اكون وياك صريح يعني. بس انت فرحت بالهدف يعني واللي كانوا موجودين بالملعب قالوا ما لحقنا نصور محمد. فرحت لان الكابتن ايوب ما اريد ينزعج، من اشوفه ينزعج انا انزعج. اها اي والله. احنا نوجه له التحيه بمناسبه عيد ميلاده. أيوة. وانت سويت له عيد ميلاد. سويت له عيد ميلاد هذا حبيبي. شوف دائما ليش تحبه؟ انا دائما شوف استاذ حسين
يعني هواي اكو ردود تبكي حتى دموعك غارقة. لا والله العظيم دائما تصير ردود عندي يعني خاصة من انزعج كابتن ايوب. الناس الاعلاميين والصحفيين دائما يعلقون لي يقولون انت ايش قد وفي، فانا دائما اذا واحد ليش تحبه؟ هسه انت هواي من المدربين ايضا اصحاب فضل عليك، ليش فضل يعني ليش ما رحت انه مثلا تحبهم بمقدار الحب اللي تحبي ايوب الاخلاص كلهم 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 احبهم وكلهم اخلص لهم. والله شاهد انا يمكن قبل لا وقع للنجف قالوا يحب الزهراء، وهذا كل ما عنده انطيت، كل ما عنده انطي لاي فانينة ارتديه. فالكابتن ايوب صاحب فضل كبير علي. شنو الفضل اللي سواك اياه؟ وين اولا يسال عني، هاي وحدة. اثنين وين ما يروح يتصل لي، يعني تجي وياي انت تكون حلو. لاعب مع الفريق. يتمرض عندي احد انا اتمرض هو تشوفه اول واحد بالمستشفى يجيني حلو. فمن اكل بالماعون زين. لعدت بالدور الجاي دور ال 11 نتكلم عنه مو العاشر، ما له دخل. مباراة جوية مرتين انا غلبت كابتن ايوب مع الزهراء اربعة، وانا رجلي مخيطة وخيطوني ولعبت وغلبنا الجوية. اها اي طبعا هذا بالمباراة لا على دخل. وذا سجل والزهراء انا احبهم هواي. لا وذا سجل في 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 مباراه الجويه اعتذر من ايوب. اها اي خلاص تعتذر فقط طبعا من اعتذر من ايوب. تحتفل لو اذا سجلت تحتفل لو لا لا ما احتفل لايوب اذا سجلت. اذا كنت انا لاعب لان تعرف انا عندي شد عضلي بس هذه المباراه ما راح اشترك، ورا هالمباراه الجويه انا اكون جاهز ان شاء الله والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. يعني المباراة الجاية للنجف ما راح يعني يوم غد ان شاء الله انا ما اشارك بالمباراة. لا حتى هذه رسالة للجمهور، لان يعني بعض الجمهور قال هواي سئلوني محمد عبد الزهرة باكر عنده مباراة وجاي لقاء من خلال البرنامج هذا. انا التنزل بس ما قلت خليه حصرية لك. انا عندي شد عضلي خمس ايام خذت علاج. طيب مباراة الجوية راح اكون ان شاء الله متواجد وجاهز. مباراة الجوية جاهز ومتواجد وزاد حيلك ان شاء الله طبعا. اها طبعا انا ايش قد احب الزهرة. أنا مع الجوية سجلت على الزهراء هدفين. ما يهمك الأسماء تخلص للفانيلة. التيشيرت هذا التيشيرت اللي ألبسه قاعد آكل منه. شلون تأكل؟ بس أنت متغير. شلون؟ طيب متغير للأحسن. هاي شهادة يعني لازم نقول لك بيها. الله يحفظك. إي والله يعني مو محمد عبد الزهراء اللي أشوفه قبل. إيه محمد ثاني مختلف. طبعاً. ليش تغيرت؟ يعني قلت لك من قلت لك الحياة خلاص. حياة خلصانة إن شاء الله ما نريد بس الناس تذكرنا إن شاء الله بالخير. وأنا ما عندي وجه مكروه، يمكن ردود صارت ردود أفعال بالملعب، فأني ما محصوم أخطأ يوم صبت يوم أخطأت. فنتمنى اللي كنا يعني غلطانين معهم نتمنى أن يسامحونا. وهاي الحياة يعني واحد مني يقول أنا خطأت يعني لازم. طيب مسامح كريم. عندنا مجموعه من الاسئله خليني نسالك اياها. طيب. حتى ناخذ منك يعني اجابه واضحه وما اريدها مختصره، اريد اجابه واضحه على كل سؤال نساله. شباب طلعوا لنا السؤال الاول اللي يخص الكابتن محمد عبد الزهره، ماذا يفكر محمد عبد الزهره بعد اعتزاله كره القدم؟ كابتن هنا ممثل مدرب او منشد ديني؟ أنا شوف يعني مجال التدريب يعني يجوز إن شاء يعني ممثل. أها. يعني أو يعني مو أفكر بس أتمنى يعني أكون يعني فنان هالشيء أو منشد. أها. إي طبعًا بس إذا أبو إسحاق بعد الله يطيل طولة العمر أنا أول واحد وياه. بالكادر التدريب. طبعًا. عسى أوفنا. الله يطيل الصحة والعافية إن شاء الله. وإن شاء الله يا ربي نشوف مدرب من أنا 20 سنة بعد. لكن أريد تختار لي هسه ممثل مدرب أو منشد ديني وحدة. منشد. منشد ديني. أه. صوتك حلو يخبل بس أريد نسمع شيء. أي أنا جتني رسائل قالوا لي خلي نسمع شيء. يعني ولو صوت يعني ما تمارين شد عضلي عندك. لا والله وين صوتك هيك شويه لمحمد الحلفي كيف ولو انا زعلان من عندك بس راح اقرا لك. ليش زعلان؟ زعلان محمد صاحبنا رياضي زعلان من عندك. يلا وحده من مالات العتب مالاته. انا مصاحب اخو بس ما طلع قدام بيبان الوحيد
وفسدها اجتني العيلة ما اردها انا مصاحب انا مصاحب من الدنيا بسوى طلع ما يعرف الخوة أعوف أفكر دقوة أنا مصاحب بس شلون لو حنيت ويبين على عيوني والشمات ينتظرون بس أضعف يعرفوني تعالوا جيب لي حلة الكرامة تعوف لي ذلة تعالوا جيب لي حلة كرامة تعوف لي ذلة هاي وذيج كلهن بيك واحد خجل الثاني الله 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 خلاص مو شديني رسمي لا مو شديني رسمي حبيبي بس من يكتب لك الكلمات كلهم يكتبون لأحمد الذهبي قاسم الجيزان وسمير صبيح كلهم بلاش كلهم يكتبون لي اي ساعدوك بداية طريقك يابا خلاص انتهى بعد اعتزال ان شاء الله محمد عبد الزهرة منشد ديني لا طوبه ولا رياضه وانتهى الموضوع كله ايش السبب اي والله خجلتني كلش خجلتني لا ليش بالعكس بالعكس على جمهورك الجمهور حميد تحياتي تحياتي لكل الجماهير ولا انسى رابطه نادي النجف طبعا اللي متواصلين وياي واللي يشجعون الفريق دائما الرابطه والتراس يعني كلهم اوجه لهم تحيه واقفين مع الفريق تحياتي لهم جميع. طيب نروح على السؤال الثاني يلا شباب السؤال الثاني لمحمد عبد الزهرة خلينا نشوف هل يأمل محمد عبد الزهرة بالعودة لصفوف المنتخب الوطني من جديد أم خلص طلقت المنتخب بالثلاث على هاي المستويات وعلى الشهادة اللي أنتم برنامجكم تحشوها والناس اللي أشوفهم الكادر التدريبي طبعا اللي طموح على دعوة اللاعبين هسه حاليا ليش بيها دعوة اللاعبين حاليا يعني أقول لك على هاي حاليا هسه ندعوا اللاعبين ما عنده مشكلة تفاجأت بدعوة أحد اللاعبين؟ لا أنا لا تذكر الاسم بس تفاجأت؟ لا مو تفاجأت بس أنا شفت من اللاعبين البارزين يعني. أها. أي واي لاعبين أنا مو قلت لك خط الدفاع نادي النجف علينا هدف واحد من 8 مباريات. إذا دفاع جيد نتمنى أن تستمر نهاية الموسم. وثلاث أهداف من نفط الوسط؟ ما أصور بعد هي أكو محكمة الكاس يمكن مقدمين النادي. إلى الآن خلنا نتكلم. إلى الآن يعني ما صار يحسبون 3 أهداف مباراة ما لعبنا يعني بعدك عندك الرغبة ترجع طبعاً طبعاً على المستويات قلت لك أني ولا قلت لك كابتن محمد موسى لاعبين جيدين أكو هاي لاعبين قلت لك حتى مصطفى مايت عندنا بالنجف من لاعبين الجيدين لعب كل المراكز أي بس الطينة أنت صريح ولاعب يعني. أمير لاعب ارتكاز لاعب شاب عندنا أحمد على الطرف عندنا معين من لاعبين جيدين فنتمنى يعني بس انطيني نظري متفاجئ من دعوة بعض اللاعبين حالياً لا اتمنى لهم طبعا اتمنى لهم الموفقيه بس خلي تكون انصاف يعني خلي تكون عداله هو اكو لاعبين لا تدعون محمد عبد الزهر بس اكو لاعبين جيدين مثل من مو قلت لك مصطفى مايد المفروض يروح منتخب بعد يعني محمد لاعب لوبرو ويانا يعني محمد موسى خارج من النجف خارج النجف تكلم. خارج النجف يعني من اللاعبين الجيدين اللي اشوفهم مثلا انا ما يعني ما شايف يعني الدوري كله اللاعبين لا اكو لاعبين تضم تشكيله الاسبوع المحللين يعني يتكلمون عنهم يعني اكو لاعبين يمكن اكو لاعب نفط بنفط ميسان لاعب مهاجم 99 لاعب جيد مهاجم لاعب جيد احمد عبد الرزاق ما اعرف لاعب مهاجم براسه زين احمد عبد الرزاق هذا من اللاعبين الجيدين بعد اكو لاعبين اكو لاعب بالجوي اسمه عباس طيب عباس علي ابو منتخب الشباب شان يعني لاعب لوبر لاعب سجل على الكهرباء وسجل على مباراة الكاس على المصافي لاعبين جيدين لا منتخب ما راح منتخب لا بعده شان لعب بالكرخم وجلد القوة الجوية من اللاعبين الجيدين طيب بعد بس ما مقتنع كل الأسماء اللي مستدعين حاليا طبعا يعني حتى اكو لاعبين اكو لاعبين مثل المنتخبات الوطنية 40 مباراة 30 مباراة ما حد يدربيهم وين صايرين اها اي طبعا واكو لاعبين لعبوا يعني كان تقصد انه الدعوه لهم مجامله بذيك الفتره اي بذيك الفتره اي طبعا اي طبعا واكو لاعبين ما يستحقون اها والله على قولت هاي القديمه لبدوا
لبدا شايفه لبدا بالمنتخب 40 مباراة و 30 مباراة و... هاي هاي بعد وبطلوا ولا بعدهم يعني هسه حاليا اللي معتزلين لا يعني اكو بهم يلعبون يعني بالأندية اها بعدك تتذكر ايامك بالمنتخب ما لعبت انت فتره طويله مع اي انا مو فتره اجيت على رحيمه وسلام وجاسم غلام وهذا وين تلقى مكان اي يعني جيت انا خمس مرات يمكن لعبت بس مباراه واحده انا قلت من زمان اني على رحيمه وجاسم غلام وذول اللي يعني اللي وسعد عطيه اللي بطلوا هاي انا احسن واحد وراهم طيب خلينا نروح الى الاسئله ايضا السؤال الثالث لمحمد عبد الزهره شباب هل ترى أن المدرب كاتنيتش هو الخيار المناسب لمنتخبنا الوطني لتحقيق حلم التأهل إلى المونديال؟ وخذ له بطولة ولا أخذ له بطولة؟ لو ما أخذينه والله مو مجاملة هسه يقولون صديقة أيوب أديشو حسن أحمد واحد من دول عفوا للكلمة واحد من أيوب أو حسن أحمد كابتن حسن أحمد أو كابتن أيوب أفضل من كاتنيتش تتكلم؟ إيه طبعا بلف مرة رأي أنا لا رأيك محترم بس أنت عندك علم إنه من 2000 عندك علم إنه من 2007 إلى الآن منتخبنا يحصل على التصنيف 69 ما حد قدر أي مدرب يوصلنا لهذا التصنيف بطولة أريد بطولة أنا مو الشعب وإحنا الشعب تفرحونا وهاي مو هاي وسات ورا 2007 جبتونا ما جابوا شيء هم نفسهم لاعبين 2007 يقولون لو ما الدعاء إحنا ما نأخذ إيه بس إحنا جبنا مدربين محليين بأكثر من مناسبة ما جابوا لنا بطولة إيه بس ما أعطيته فرصة كابتن ايوب حسن خذوا فرصه انطوا حسن احمد الطول الاولمبي مو سمح حد علي عليه اتكلم منتخب وطني انطوا الكابتن ايوب الاولمبي هسه قال لي ذول مدربين ودربوه كان حسن احمد قايل علي قبل لا 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 احنا نتكلم عوف الاولمبي نتكلم على منتخب وطني نتكلم على منتخب وطني اي ماق ابو اسحاق كابتن حسن اي واحد من اتم مدربين طبعا وكتنتش هو اقول لك انا وجهه نظري كتنتش نتائجه جيده بشنو جيد شنو خذ لي بطولة كم بطولة احنا شاركنا اربع بطولات مو لا الودية اخذناها لا ثلاثة اربعة ثلاثة خليج طيب. واسيا ايه؟ والبطولة هاي صارت بالبصرة وبعد غرب اسيا ها لا هي غرب اسيا فقط غرب اسيا وبعدك بطولة رباعية ما شنو ما اخذناها لا لا سويناها قبل غرب اسيا لا لا كان المدرب باسم قاسم في هذه البطولة ما اخذها لا لا ايه هو بعد بعد منتخب قطر اللي حصل عليها ايه ثلاث بطولات ما اخذ شيء شنو غلبنا ايران بس وحالاتهم ايران فضت راحت هي هاي يعني غلبنا ايران لان احنا ايران كانت في اسوء حالات اي كانوا مو زين لا لا والله العظيم لا لا بو والله العظيم لا محمد انت هاي يعني اللاعبين اكو كان دور للاعبين موجودين ما لنا دخل للمدرب للجمهور اللاعبين اقول لك انا غرق انا عراق انا شنو فلسطيني شاغر عراقاني وشجع العراق لا شجع من اي بس هسه تقول ايران اي هسه تقول فضل ايران ومستوى لا تقول لي غلب ايران هسه راح تقول لي غلب ايران ودا غلب ايران شنو غلب ايران ودا غلب راضي غلب ايران مو كانت راضي غلب ايران وباسيا هسه معكتنش انت اهل لكاس العالم لو لا والله نتمنى لا 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 كلنا نتمنى تمني غير لا لا تمني تمني بالنسبه لنا موجود ما اتصور احكي لي نصعد لو لا معكتنش ما اتصور يطلع نصعد عشان ما يصير هجمه بعيوب وصرح وتريد بعد هذا الكلام تريد يستدعيك منتخب وطني ما دعان اها والله غير مثلت الزوران وهسه بالنجف جمهور ومي شوسه وين ما اروح ايش اريد بعد ان الله تفضل علي وخلاني امثل هالفرق الجماهيري بس هذا منتخب وطني منتخب الوطن منتخب العراق منتخب وطني يجمع الزوراء والنجف والجويه منتخب وطني والعالم كله تحبه وانا احبه وانا شجعه بس انا قاعد اقول لك الزوراء حتى هسه حاليا بالنجف انا حكيت ببرنامج مشيت بالزوراء قلت انا الزوراء عوضنا عن لعب للمنتخب طيب جمهوره كبير اي بس هسه تحكي لي وانا مستواي وان شاء الله ارجع للمنتخب اي هسه شنو والله لازم انا شو اقول كتنيتش احسن مدرب يلا حتى تدعيني انا ما جامل احد دعيني يدعيني هي وجهه نظر مو مجامله حلوه من واحد يصير عنده ما يشيل بقلبه بس ماكو مدربين محترمات انه طيب شيل بقلبه حتى لو في دمج باختصار شنو الاشكال اللي عندك ويا كتن شنو اللي تشوف انه ما مو قادر يصعد لكاس العالم بضعف بشنو نظره فنيه شنو لا لا هو يعني المنتخب هو نفس المنتخب راح تصير عليه ها رسائل راح تصير عليه هوسه وهجمه والجو راح يحترق علينا هسه ما قلت لك كتنيتش شنو الاشكال اللي عندك عليه يعني السوى بس قل لي السوى
هذا اسالك موضوع يعني شنو الاشكال اللي عندك على كاتنج؟ يعني اشكالي ما جاب بطوله فقط؟ اي طبعا ما جاب بطوله. يعني لو جايب بطوله مثلا غرب اسيا خلص انه لا شنو غرب اسيا؟ ليش؟ شنو فرق شعبيه؟ بس احنا خسرنا ويا البحرين بكاس الخليج بضربات احنا خسرنا الجزاء. بس هي فرق شعبيه شنو؟ صار ما شفنا من بدايه البرنامج قلت لك المفروض ياخذون لاعبين من الدوري حتى يشوفهم بغرب اسيا بالخليج لان الخليج صار عليها هوس وهم يجون بالشباب. اي بس انت من يعني تتكلم عن بطوله غرب اسيا بها اكثر من 10 منتخبات هي تقليل لقيمه المنتخبات هاي. السعوديه وكويت وبحرين وفلسطين. كل فريق اجى بكل لاعبينه الاساسيين. بحرين. لا تقول لي بحرين. بحرين بحرين الان فازت على ايران. البحرين اجى مدرب اجى مدرب اجى مدرب اجى مدرب اجنبي يريد يشوف اللاعبين بهاي البطوله شافهم واخذ بيهم نفس اللاعبين اخذ بطوله الخليج غلب السعوديه كامل نجوم شباب كلهم شباب كلهم شباب احنا ما يبقون يطولون فد 15 سنه الولد هذا الله يطول بعمرهم اللي يطيح يطيح واللي يبقى يبقى بعد يا ما الله. طيب شباب السؤال آخر لمحمد عبد الزهر وخلينا نشوف الإجابة لمحمد هم نفس الإجابات. هل عرض محمد عبد الزهر خدماته مجانا مقابل البقاء مع فريق الزوراء بالموسم الحالي؟ لا حالي؟ يعني في آخر موسم لك؟ لا بالعكس لا. شوف أنا كابتن حكيم قال لهم بالموسم الثالث قال لهم أنا محمد أحجيب لاعبين وأنا ما أحتاجه. الإدارة خابروني قال له هذا ناديك أنت تتوقع جيت حتى ما جيت أتوقع قلت لهم انا خلاص انا مدرب ما يريدني انا ما راح اجي. الكابتن فلاح وجه له تحيه. لا عيد لي مال كابتن حكيم. اي كابتن حكيم ما رادني. وجهه نظر فنيه. وانا ايش قلت له؟ باي باي. الاداره قالوا لي ما تطلع من الزوره. انت وقفت للنادي وانت من اللاعبين الجيدين وانت كل اللعبات الصعبه اللي لعبناها انت كنت لاعب مؤثر بالفريق. رجلك خيطتها ولعبت وانت ما تقدر. ليش غير حبك انه وحبك لنادي الزوره؟ فقال له ما تطلع. كابتن فلاح قال لي انت باقي وما تطلع. قلت له انا ما جايب ملابسي. قال لي هسه راح ينطونك هنا ملابس وتدخل تدخل بالفريق. وانا صرحت اللي قلت هذا اخر موسم مع الزهراء. يعني انت دخلت بامر من فلاح حسن للتدريبات؟ لا بس انت قاعد تقول لا اسمعني. جيت لقيت يعني اللاعبين داخلين الملعب. جيت ثاني كابتن حكيم حكى وياه بعد اكيد بعد مشاوره مع الكابتن حكيم. فقال لي انا حكيت وياه ويا كابتن حكيم وانت مالك دخل. قلت له انا مدرب ما يريدني. قلت له انا شنو اجي؟ شلون العب؟ قال لي لا يريدك بس لازم تتمرن وانت باقي مع الفريق، انت هذا فريقك. اها طبعا والهيئه الاداريه لحد الان يقولوا لي انت ابننا وش وقت ما تبطل شو وقت ما هاي تجينا. والان؟ تربطني بهم علاقه طيب. طيب. كابتن كريم قد عقدك كان مع الزوراء؟ تقدر تفصح لنا عن هذا الرقم؟ عقدي مع الزوراء؟ ايه كنت 120 120 بس قالوا لك تعال تبقى مع الزوراء وتلعب براتب في هذا الموسم؟ لا ما حد قال لك هذا الشيء؟ اكيد ما اقبل. اها طبعا تقييم ابن النادي تقييم 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 ايه من تقيمني؟ قل لي محمد ما عندي فلوس بس انا ما عندي فلوس تقدر تلعب لنا؟ العب لك انا ببلاش. أها. بس قل لي ما عندي فلوس بس لا تفضل فلان فلان عني. طيب سؤال جديد لمحمد عبد الزهره وخلونا نشوف شنو يقول جلال. لا اليوم هو محضر لك اسئله قلت لك اني هذا السؤال. هل يشعر محمد عبد الزهره بالخطا اتجاه تصريحاته ضد فريق القوه الجويه عندما كان لاعبا مع الزوراء؟ انا كنت مع الطلبه ومع النجف 2017 انا قلت لك طلعت من عندي شغلات ما تليق بي انا كمحمد عبد الزهره المفروض ما تطلع واكو شغلات لا طلعت يعني ما بيها قصد. اها طبعا قلت لك اكو شغلات المفروض انا ما اسويها ما تليق بي انا كلاعب ما انزل لها اكو شغلات ما يصير انزل لها انا نزلت لها. متندم؟ طبعا اكو شغلات متندم عليهم ما راح تتكرر نهائيا. عندك القدره توجه اعتذار الى جمهور القوه الجويه؟ انا مو اوجه اعتذار للقوه لا اعتذار لا على الشغلات اللي انت قلت انا متندم عليها. انا قلت شوف اعتذر من كل شخص يعني صرح التصريح وخذاه على نفسه اتجاه اذا كان خطا بحقه. فاعتذر من كل شخص
بس ما تعتذر للجمهور بصوره صورة عامه؟ لا بالعكس ما اعتذر، لا هيك لا، بس اعتذر من شك وشي شخص يعني صرحت في يوم علي او سمع في شيء من عندي. طبعا مو قلت لك هاي بعد ما تتكرر، هاي الاشياء ما تتكرر نهائيا الحمد لله والشكر. هسه مرتاح، خليني اسالك على موقف. أيه؟ لو نعاد بيك الزمن والزوراء اخذ الدور وتاخذ الدرع وتروح تحتفل بي من نادي القوة الجوية؟ مستحيل. مستحيل؟ لا مستحيل مستحيل. ندمت على هاي الحركة؟ طبعا هاي تصرفات صبيانية. اها اي والله مأسر مأسر غلط. ماكو واحد قريب من عندك كان ينصحك يقول لك لا تسوي هذا؟ لا كنت انا كنت اشتغل بردات الفعل، يعني مني ينزلون او بالملعب يعني تصير سب وشتم انا اشتغل بهاي الردود الافعال. واحنا على قولت كابتن ايوب عندنا ردود افعال وراثيه، فدائما ما تعيدها بعد، ما تنعاد مستحيل. بس هاي هذه هذا الموضوع تتذكر شنو اللي سوى في وقتها؟ طبعا سوى ازمه، كان ازمه وسوى مشاكل يعني كنت تاني بغنى عنها. طيب سؤال اخير، لو عندنا اتصال شباب. سؤال اخير لمحمد عبد الزهراس، من هو افضل رئيس نادي عراقي من وجهه على محمد عبد الزهراس؟ تحياتنا لعلى عبد الزهراس. انا قلت يعني فلاح حسن. ليش؟ إيه قلت فلاح حسن ليش؟ فلاح شنو المواصفات اللي موجوده في فلاح حسن تختلف عن بقيه رؤساء الانديه؟ هسه تتكلم انت رضوان الكندي. رضوان الكندي ليش ما اتصال مداخلة ما تداخلتوا؟ لا هسه موجود الشباب يسوون الاتصال. ايه؟ بس عندنا اتصال ويا شخص ثاني. ايه عادي هو طلب الاتصال بالبرنامج ما عنده مشكلة. الرئيس نادي شوف كابتن فلاح حسن من يقول لك انطيك خمسة انطيك خمسة، من رئيس نادي عنده قاعدة جماهيرية اكبر قاعدة جماهيرية، ما حد يتدخل بالفريق فهذا ينحسب له شخصية. يعني كل الإدارات إن شاء الله عندهم شخصية، وأنا شفت الأستاذ رضوان الكندي من الناس المحبين ومن الناس اللطيفين. احكي لنا هسه على فلاح حسن، على الكابتن فلاح حسن. كبير. ليش أفضل رئيس نادي؟ بكل شيء. خلي الناس تعرف. أنا قلت لك تدخل الجمهور ماكو، هاي واحد. اثنين ملتزم بكلمته. وهسه قله من تلقى ناس ملتزمه بكلمتها. اها. اي النادي له شخصيه، يعني رئيس نادي يعني بين فتره وفتره يسوي اجتماع. اللاعبين ينتظرون شو وقت يجي كابتن فلاح. خصاص واقفين العالم، ناس يعني ايش قد كبير. فاتمنى له ان شاء الله الموفقيه ورئيس نادي ناجح. واتمنى لهم بس الموفقيه ان شاء الله والنجاح. ايش تتوقع للنجف هذا الموسم؟ وانا اطلب فلوس ترى النادي الزهراء. تشتكي عليه؟ لا اشتكي شلون؟ لا لا هسه 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 تعرف هذه الموجه اللي موجوده ولاعبين يطالبون بحقوقهم. لا بس انا خليني اسالك هذا السؤال. لا ما اشتكي. وجاوبنا عليه. ما اشتكي. في حال انه كان هناك شكوى لمحمد عبد الزهراء على نادي الزهراء. لا. للمطالبه بمستحقات الماليه. لا قاع انشق وطمين. لا مستحيل. ابد. بس انا حكيت ويا الكابتن فلاح. وقال لي محمد انت مستحقاتك يمي، وش وقت ما تجيني فلوس انا اول واحد اتصل لك وتجيني فلوس. ما ترفع شكوى. ايش قد اطلب؟ ايش قد ما ينطيني اقبل واسوي براءة ذمة ما عنده مشكلة. اها. قيم محمد عبد الزهراء كابتن فلاح. طيب. قيمه بالقعدة. قول الو. 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 نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. كابتن حسن. لا رضوان الكندي. هلا بالدكتور حبيبي. ما يحبك. لا يحبني. شباب اذا عندنا وقت عيدونا الاتصال. اي والله لان اعتقد انه ما عندنا وقت راح نتجاوز. ضروري يعني. يا بالخاطر محمد عبد الزهراء قلنا لكم اليوم. ضروري المخرج رائد راشد يقول صوتك حلو. سلمي عليه واي واي. طبعا تحياتنا للمحافظ الله يحفظه ان شاء الله ويبقى باستمرار دعم الفريق. نتمنى يعني مباراتكم الجايه مع الطلبة ان شاء الله. اتمنى اللاعبين، انا شتيم من اللاعبين هسه بالفندق واكيد معنويات عاليه، وهاي سلسله الانتصارات
نتمنى ان تستمر يعني، خاصه اللاعبين كلهم لاعبين خلوقين، لاعبين مؤدبين، لاعبين جيدين. اخر سؤال، اي مثلك الاعلى منو بكره القدم؟ حيدر جبار ابو طيبه. اها اي طبعا حاكيها قبل سنين يعني مو هسه. اي بس ورا حيدر جبار وقبل حيدر جبار كان هناك لاعبين. اي بس انا ما اعرف، وعيت على حيدر جبار كان بقمته كلهم. شنو اللي عجبك بحيدر حيدر جبار؟ حيدر جبار اكيد يعني مستوى خوم محمد عبد الزهري قيمه، بس هو من اللاعبين الجيدين. اي بس انت لاعب تعرف مواصفات اللاعب الجيد واللاعب السيء والمتوسط. اللاعب شوف حيدر جبار دائما بمركزه، خاصه انا مدافع بسرعه اعرف اللاعبين المدافعين الزينين، فكابتن حيدر يعني من اللاعبين الجيدين، لاعبين يعني لاعب مؤثر دائما يكون حافظ مكانه وكاريزما تجنن. ما يوقع شعره يخبط منها بادي من ودز واحد دز له رساله صادق سعدون قال ولا يوقع شعر حيدر جبار. الله حبيبي كابتن صادق اجي لك تحيه. ما عودت الاتصال، ما ادري الشباب الاتصال جاهز؟ لا لازم تعودون الاتصال. مغلق تليفونه يمكن مخلص شحن. دك الحجي دكتور تسمي الحجي؟ ها سمي الحجي لو دكتور. دكتور شو راح تخابر عليه انت؟ احسن خابره وافتح سبيكر خلي على المايك. رضوان الكندي اللي هو رئيس الهيئة الإدارية لنادي النجف ومدير صحة النجف. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. على الهواء احنا. دكتور انت دكتور انت على الهواء وما قدروا يحصلونك، والاخ حسين البهادلي المقدم وانا بالبرنامج، وجهنا لك وايد تحية، نتمنى لك ان شاء الله الموفقية، واذا عندك فت كلمة تحكيها. تحياتي لحضرتك كابتن محمد والاستاذ الفاضل حسين مقدم البرامج الرائع ولكل مشاهدي قناة العراقية الرياضية. الله يحفظ. صراحة أنا تفاجأت بالموهبة اللي يمتلكها محمد عبد الزهرة. أنا كم يوم صار لي ويا محمد عبد الزهرة بس ما مكتشف هذه الموهبة. الله يحفظ. هذا الإنشاد الرائع والإنشاد اللطيف. الله يحفظك. أتمنى لك التوفيق في مستقبلك إن شاء الله. الله يحفظك وأنا. الله يحفظك وأنا أشكرك. شفت؟ طيب احنا ما عندنا وقت. ما عندنا وقت، سلمنا على دكتور رضوان وخليه على دكتور حبيبي انا اشكرك خليه على دعمك للفريق واتمنى لك ان شاء الله الموفقية وصحة وعافية. بس سد التليفون خليه على الخط. حياك الله تحياتي لكم جميعا. الله يحفظك حبيبي. خليه على الخط قول له لا تسده. ها سديته؟ ايه نقول لك لا تسده. يلا ما نسد. الختام راح يكون يمك محمد عبد الزهرة. بختام الحلقة هيثم عبد الرضا يسلم عليك، قل له أحسن مدافع بالدوري. هيثم عبد الرضا زميلنا. من أحسن مدافع؟ أنت. يقول أحسن مدافع بالدوري أبو حالو. الله يحفظه شهادة. بس ما قال بالتوفيق. لا ما يقول لك. ما يقول لك. هاي سر. هاي فيها سر. شهادة. أي هاي ذا رسن. أوقع. شكرا لهيثم عبد الرضا، وانا اشكر المشاهدين على تواجدهم بهذه الحلقه. رسائل كثيره توصلني، بس فريد مجيد يقول لي ذاكو شخص رائع فهو دكتور رضوان الكندي. تحياتي له ولابو حالو. تحياتنا فريد مجيد حبيبي ابو علاوي الطيب، اتمنى لك ان شاء الله الموفقيه وانت لطيب. بس لعبتك باكر وياه بعد بالملعب ما طيب. انا ابو علاوي يصير ابو حسين. اشكر المشاهدين على المتابعه، والختام راح يكون مع ابو حالوب. لك الختام بصوتك. يعني شو صوتك؟ بصوتك. الختام يمك راح يكون. يعني الرضوان الكندي والايوب اوديشو ولجمهور الزوراء والجويه. اربعتهم. هو انت هيك بكل وقت لو ما يفي عيوني. هي هي هي. تي طيب بساعة الوكل والواحد يعافوني. هي 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 قالوا لي بس لا ما خدت حكي لي نصحوني. هي 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 طلعت معاني هم كذب كانوا يشبهوني. اشقد وفيت اشقد انطيت وفخوان اللي ينطون بي عليهم دايران البال تغير حالهم داروا علي. قالوا لي شلت ايدك بعد قلت لهم انا ادعي.
الكابتن. شكرا جزيلا حبيبي.